هلا يا عفاف، رح نبقى باللاذقية وأيضا مع استمرار نشاط مؤسسة سوريا بتجمعنا ضمن حملتها اللي اتخذت تسميتها ومضمونة من معالم الخير بالشهر الفضيل رمضان بيجمعنا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسرنا نرحب عبر الهاتف مسؤولة فرع اللاذقية بمؤسسة سوريا بتجمعنا عنود حداد. يسعد صباحك أستاذة. يسعد صباحكم ويعطيكم ألف صباح الخير. أهلا وسهلا. هلا صباح الخير أستاذة عنود. يسعد صباحك. يسعد صباحك ورمضان كريم أستاذة رمضان عنود. كريم على الجميع. عم نشوف من خلال نشاطاتكم الدائمة مثل خلية النحل عمل منظم ومستمر، وخصوصا فترة التحضيرات للشهر الفضيل بحملتكم القديمة والجديدة رمضان بيجمعنا. شو هي الحملة الجديدة المميزة اليوم بهذا الشهر وشو اللي عم تقوموا فيه بالضبط؟ نحن أول شيء بلش عنا تحضيرات شهر رمضان من قبل رمضان، من نصف شهر شباط. نحن عطينا خبر لمستفيدينا، لمراجعينا، للعالم الملتزمين معهم انه نحن رح نوزع السلال الرمضانيه ضمن حمله رمضان بيجمعنا. بلشنا تقريبا من 20 شباط بتوزيع السلال على اسر شهداء وجرحى ومستفيدين مسجلين عندنا بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية، وبدعم دائم ومستمر من محافظة اللاذقية. ولا بلش الشهر الكريم، كملنا من أول رمضان ونحن بحملاتنا بتوزيع السلال. وصلت عدد سللنا اللي توزعت لتاريخ اليوم 2500 سلة. عنا كانت فعالية جديدة برمضان بلشنا فيها من فترة، توزيع لأسر الشهداء بقوائم مع مكاتب الشهداء بالمحافظات اللاذقية، جبلة وأريافة وطرطوس. احنا امبارح كنا متواجدين بطرطوس، وزعنا 200 سلة لأسر الشهداء بطرطوس، واليوم مكملين باللاذقية. يعطيكم ألف عافية. إذا بدنا نحكي هاي السنة عن الحملة، طبعا الجهود اللي عم تقوموا فيها بكل عام، هاي الجهود الجبارة اللي عم تقوموا فيها وعم نشوفها على الأرض، هاي السنة الحملة أو شو اللي بيميزها عن العام الماضي؟ هلا اللي بيميزها انه كان في خير، في تشارك كبير، يعني العالم حاسه ببعضها ليجسدوا التكافل الاجتماعي، في تعاون بين الجمعيات، بين الاهالي، كان في دعم يعني حس بالمواطن وظروفه الصعبه بهيدي الايام. كان يعني هو رمضان كان صعب، حاولنا قدر الامكان نخفف عن العالم. اللي ميزها انه نحن حاولنا ما نعذب المستفيدين ليوصلوا لعنا، نحن عم نوصل لعندهم، عم نخفف عنهم عبء التنقلات والمواصلات وصعوبتها. اعداد كانت كبيره هيدي السنه اللي توزعت، هيدا اللي ميزها عن غيرها وباقي السنين. عنود، خلينا نحكي اكثر عن الفئات المستهدفه ضمن حملتكم ولمين توجهتوا فيها وكيف تمت اليه التنفيذ اليوم. استهدفنا نحن القوائم ما أخذناها من مكاتب الشهداء، استهدفنا العالم اللي ما أنا مستفيدة من شهرين من عنا، حاولنا نوصل لكل الفئات اللي صار لها فترة ما أنا مستفادة. مثل ما بيعرفوا كل الجمعيات والمؤسسات، عملنا المستفيدين المسجلة عنا أصولا والملتزمين معهم بشكل شهري. حاولنا مين قصد مديرية الشؤون الاجتماعية بحاجة، لبيناهم، لبينا طلباتهم. مستفيدين المسجلين أصولا بمحافظة اللاذقية واللي سجلوا هن بحاجة، متضررين أشد حاجة، مصابين حرب، عندهم إعاقة، للكل حاولنا نوصل لكل الفئات. هذه هي فئات مستفيدين كانت لهذا رمضان. تمام. إذا بدنا نحكي اليوم عن هي المؤسسة، طبعا ودائما بنقول عمل الخير كثير مهم حتى بكل الأيام وبكل الأشهر، مو بس بهذا الشهر الفضيل. طبعا بهذا الشهر الفضيل له خاصة وله ميزة معينة. إذا بدنا نحكي اليوم عن خلال التسجيل بالمؤسسة، كيف بتوصلوا لهي الفئات؟ كيف التعامل أو شو هي آلية اليوم التسجيل أو التواصل لما شخص بده يجي يقدم على هي المؤسسة؟ هلا نحن اي حدا بيحب يتواصل معنا، ارقامنا باللاذقية معروفه عند كل محافظه اللاذقية، بيراجعوا مديريه الشؤون، بيقصدونا على
مقرنا بالمشروع العاشر نحن موجودين بسجل اصولا، بنرجع بنتواصل مع القوائم وبنحاول نلبي حاجاتهم، لانه نحن مثل ما بتعرفي مو مقتصر على السلع الغذائيه، نحن عم نقدم حليب اطفال، حفاضات اطفال، حفاضات عجزه، سلال صحية، حرامات، الحافات، أي شيء بحاجة، يعني مواد إغاثية وغذائية. فأي شيء نحن عم يسجلوا عنا عم نرجع نتواصل معهم ونحاول نلبي لهم احتياجاتهم. خلينا نعرف منك أكثر عنود عن تحضيرات العيد. أكيد في كثير من الأشخاص اليوم بحاجة لهي الفعالية ولا جهود مؤسسة سوريا بتجمعنا، خبرينا أكثر عن تحضيرات العيد. هلا تحضيرات العيد عندنا حملة رح تكون مع محافظة اللاذقية لتوزيع ثياب عيد لأسر وأولاد الشهداء، رح تكون فعالية كبيرة بنعلن عنها بوقتها. أكيد بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمتيها، أكيد بدنا نتشكرك أنت وكل فريق سوريا بتجمعنا على هي الجهود اللي عم تقوموا فيها بكل الأيام. شكرا لك عنود حداد مسؤولة فرع اللاذقية بمؤسسة سوريا بتجمعنا. شكرا لك عنود، ورمضان مبارك عليك وعلى أهل اللاذقية وعلى سوريا كلها إن شاء الله يا رب.